نهني الشعب العراقي عامة وأهل الموصل خاصة بقدوم شهر رمضان، شهر الطاعة والغفران. ها احنا بمنطقة جامع النور الكبير، يعني مثل ما تشوف احنا السنة كلها خير موجود، بس ما مثل رمضان. تريد أزياء رمضان وروحية رمضان تلقيه بهذا الشارع، لأن عادات وتقاليد أهل الموصل كلها موجودة بهذا الشارع. أبو المحلبية، أبو الشاي، هسه إذا تروح على الشيخانة، تروح على أبو المحلية، تقف سرع على ما يجي سراك. كل أهل الموصل تتجمع بهذه المنطقة، سبحان الله، لأن هي تراث الموصل وروحانية أهل الموصل بهذا الشارع. ذي الوحدة، مرات وحدة ونص، مرات لا، نسحر هنا ونفوت على بيوتنا. الحمد لله، أمشي الأمان موجود، النعمة نعمة الأمان، الكهرب موجود، الخير إن شاء الله. إحنا شو نريد؟ من خير إلى خير. من ولدت يعني أنا عدني وجوز قبلي معه، بس من ولدت عدني إنه هذا شهر رمضان شهر مبارك، زي رمضان بالقديمة، تجمعات يم الشيخانة، الحلويات، الفطور يتبادلون، يعني يشون بالبيت، هذا اللي طبخ فلان دورما يطعم جاره، جاره طبخ مثلا عنده كباب طعم، موجود لحد الان. البيوت اللي بقت وراء التحرير اللي رجعت نفس اصحابه موجود لحد الان تقاليد. واحد يطيل الاخ، فتفوت على عوجات تشتم ريحه الدورما وريحه الكباب وريحه الاكلات هالطيبه هاي مال الموصل والكباب. ايش انت شعور حاله رمضان بالجامع الكبير؟ بس بالقديمه روحانيه رمضان. منين جاي؟ جاي من الصديق. من الصديق؟ ايه من حي حي الصديق. شمعنى يعني جاي على جامع الكبير؟ والله يعني روحانيته طيبه وكتراث، فالمجمع هذا الحلو هذا برمضان يعني ما كنت شعنا عنه قبل. ما متوقعين هالاجواء هاي، كثير طيبه والله. هذاك العام افضل من هذا العام؟ لا هذا العام. وش التجميل الاجواء؟ والله طبيعي والحمد لله، امان، الف الحمد لله. يا ربي ديما علينا يا ربي هالفرحه هاي. تتوقعين السنة القادمة أفضل تكون إن شاء الله؟ أكيد أكيد أفضل، على هذا الشيء أفضل. يا كل جامع الكبير؟ إيه أكيد إن شاء الله، سنة الأخ نصلي بجامع الكبير. من أي منطقة جديدة؟ أنا من اليرموك. إيش عجبك يعني القديمة الجديدة؟ والله القديمة روحانية طيبة وناسها يعني طيبين، يعني على طول يعني نصلي بباب السراي هنا بجامع الباشا وباب السراي، يعني تونس بهاي المناطق مالتنا، مناطق قديمة أثرية وحلوة و... والله ما شاء الله خير وبركه من الله، الحمد لله، نطلب من الله الستر ان شاء الله والعافيه. هاي منطقه سوق الشعرين ب جامع الكبير، شارع جامع الكبير ان شاء الله. الزحام الحمد لله، الجو طيب، بيئه امان وامان، والله يديم الامان علينا ان شاء الله، والناس ان شاء الله يجعل بصفوه وامان على الكل ان شاء الله يا ربي. الاجواء شنو تشوف؟ والله اجواء طيبه وما شاء الله الجو طيب والناس وسفرة رمضان طيبة إن شاء الله، والأسعار إن شاء الله هم رخيصة ومليحة ما بيها زيادة وطيبة، والناس إن شاء الله محبة على الكل إن شاء الله. وضحية الأيمن شو على السنوات؟ والله الأيمن ما شاء الله فرق من 100% عن قبل.